الأخ عبد الله من الطائف، وأرجو يا عبد الله أن تكلمنا من الهاتف وتكون بعيد عن التلفزيون، تقصر التلفزيون شوي، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. السلام. كيف حالك يا شيخ طه؟ أسعد الله. عليكم السلام. خير. شيخ أنا عندي سؤالان. شيخ السؤال الأول، شيخ ما حكم الجمع بين وظيفة رخصة محاماة، رخصة محاماة مع وظيفة مهنية أخرى يا شيخ؟ هل التكسب من هذه الوظيفة محرم يا شيخ، سواء المحاماة أو إذا اختلطت به وظيفة أخرى وفقا على غير وفق الأمر؟ هل هي معصية لولي أمر أو أن المال حرام يا شيخ؟ نعم، السؤال الأول يسأل عن الجمع بين المحاماة ووظيفة أخرى مهنية. الموظفون لهم نظام لا بد من التمشي عليه، إذا كان النظام يجيز أن تشتغل بعمل آخر مع الوظيفة فلا بأس، أما إذا كان يمنع من هذا فهو لا يجوز. قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، وهذا شرط وضعه ولي الأمر لمصلحة العمل ومصلحة الناس، فلا تجوز مخالفته. نعم.